فعلا الحب والجواز نصيب، ده الكلام اللي بيقوله جمهور على البلوجر احلام عادل اللي سابت حبيبها محمد اسامه. وبعد ما كل واحد راح في حاله وهي اتجوزت وخلفت وانفصلت، اتقابلوا تاني واتخطبوا اخيرا. ايه ترى حكايه احلام عادل ومحمد اسامه وازاي اتقابلوا بعد السنين دي؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. فرحة كبيرة على السوشيال ميديا بعد خبر عودة البلوجر أحلام عادل لحبيبها القديم محمد أسامة. أحلام ومحمد الاتنين رجعوا لبعض عن طريق لقاء صدفة في محطة مصر، هما اللي أعلنوا عن كده في فيديو ليهم نشرته أحلام عندها على صفحتها. الحكاية ببساطة خالص، إن أحلام ومحمد كانوا بالصدفة في محطة مصر كل واحد فيهم لوحده، بس لما الاتنين شافوا بعض المشاعر اتغيرت. فجأة محمد قرب منها وفي النهاية عبروا البعض عن حبهم. كل واحد فيهم كشف للتاني ان لسه فيهم مشاعر تجمع الاتنين ببعض. محمد واحلام كانوا يعرفوا بعض من زمان جدا، من قبل ما احلام تتجوز ابو ابنها احمد العجمي واللي انفصلت عنه من كام شهر. احلام ومحمد اسامه زمان كانوا بيعملوا فيديوهات مع بعض، فيديوهات كلها دراما والجمهور كان بيحبها جدا، بس بعد زواجها من ابو ابنها وقف التصوير خالص مع محمد اسامه، وكان مفهوم وقتها انه الاكس بتاعها القديم. المهم بقى ان محمد اسامه واحلام عادل رجعوا لبعض، رجعوا الفيديوهات بتاعتهم بقت منتشرة جدا على السوشيال ميديا من فرحة الجمهور بيهم. اغلب جمهور احلام دلوقتي فرحان لفرحتها الشديدة، وكلهم نفسهم يشوفوا احلام بالفستان الابيض والبسمة والفرحة على وشها منورة من تاني. احلام كانت زي ما تكون حزينة جدا الفترة اللي بعد انفصالها من ابو ابنها، حزينة بدرجة شافها كل جمهورها في عينيها خلال الفترات الاخيرة. احلام دلوقتي خلاص رجعت لحبيبها القديم الاكس والحب الاول في حياتها، رجعت ليه ورجع معاه الفرح بالنسبة لها. خلاص السعادة والفرح بقت باينة على وش أحلام والحياة فتحت أبوابها تاني ليها. جمهور أحلام سعيد جدا بالحالة اللي هي فيها حاليا، والكل بدأ يفتكر ويعيد الفيديوهات اللي عملتها أحلام مع حبيبها القديم زمان. زمان كانوا بيعملوا فيديوهات كتير سوا، الفيديوهات دي بقى يعاد نشرها من أول وجديد ويحكي الجمهور عليها إن الحب الأول مهما كان ليه مكان في القلب. يعني مهما الواحد راح أو جه بيكون الحب والجواز واللقاء نصيب. يعني أحلام بعد ما اتجوزت وخلفت رغم زواجها ده وكل العمر ده، إلا إنها في الآخر نصيبها رجعها لمكانها الأول، وده اللي كان محل نقاش الجمهور ما بين شايف إن فعلا النصيب جمعهم وبين اللي شايف إنهم كانوا لايقين على بعض من الأول وكانوا لازم يكملوا. دلوقتي أحلام رجع ليها فرحتها وكانت مفاجأة جميلة لكل متابعينها، واللي فرحوا جدا بالكلام عن إنها بدأت تشوف حياتها بعد ما كانت بتمر بحالة كبيرة من الحزن طول الفترة اللي فاتت، لكنها دلوقتي رجعت فرحتها وبان عليها جدا. في النهاية أنتم إيه رأيكم في اللي حصل، سواء في رجوع أحلام لحبيبها الأول؟ هل فعلا الحب والجواز نصيب ولا اختيار؟